بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نقوم بشرح منهاج الحساب للصف الأول الابتدائي، الفصل الدراسي الثاني، الباب الأول. درسنا اليوم بعنوان الأعداد الترتيبية من الأول إلى العاشر. صباح الخير يا بنات يا حلوين، صباح الخير يا أستاذ سعيد. النهاردة هيكون الدرس عن إيه؟ درس النهاردة عن الأعداد زي الأول والتاني لغاية العاشر. هنروح مكان تاني يا أستاذ سعيد؟ طبعا هنروح سباق السيارات، نعرف من الفايز من الأول إلى العاشر. يا سلام يا أستاذ سعيد، كلك مفاجآت. والآن حان وقت المرح، ودلوقتي يلا بينا ننزل حوش المدرسي لغاية ما يجي الباص المدرسي. عاوز نهى ومنال وسامية وعبير يقفوا طابور. كده كويس يا أستاذ سعيد. مين الأطول في هذه المجموعة؟ أنا عبير يا أستاذ سعيد، أنا أطول واحدة فيهم، يعني عبير الأولى في المجموعة دي لأنها أطول واحدة فيهم. مين اللي بعد عبير؟ أنا منال يا أستاذ سعيد، أنا بعد عبير، أنا التانية. مين اللي بعد منال يا أطفال يا حلوين؟ أنا سامية يا أستاذ سعيد، أنا التالتة بعد منال. مين اللي بعد سامية؟ مين الرابعة يا أطفال يا حلوين؟ أنا نهى يا أستاذ سعيد، أنا الأخيرة، أنا الرابعة. عاوز نهى ومنال وسامية وعبير يقفوا على السلالم الخشبية دي. أنا خايفة جدا يا أستاذ سعيد النقع. برافو يا بنات يا حلوين، ما تخافيش يا نهى، امسكي بعمود السلم. ومين الأولى؟ أنا عبير يا أستاذ سعيد، أنا الأولى. مين التانية اللي بعد عبير؟ أنا منال يا أستاذ سعيد، أنا التانية. مين التالتة اللي بعد منال؟ أنا سامية يا أستاذ سعيد، أنا التالتة. مين الرابعة والأخيرة؟ أنا نهى يا أستاذ سعيد، أنا الرابعة. برافو يا حبايبي يا حلوين، وبكده عرفنا الأعداد الترتيبية من الأولى إلى الرابعة أو من الأول إلى الرابع. يلا بينا نكمل الدرس. عاوز من كل واحدة منكم يا بنات يا حلوين
تمسكوا البالونات الأحمر والأزرق وغيرها اللي أنا محضرها لكل واحدة فيكم وتقفوا في طابور. شكل البالونات تحفة يا أستاذ سعيد، عاوزين نتفق على حاجة، اللي معاه أكتر من بالونة يبقى هو الأخير، يعني لو عبير معاه 6 بالونات ومنال معاه 5 بالونات يبقى منال الأولى. يلا نكمل الدرس يا بنات يا حلوين. مين الأول وعنده أقل بالونات يا أحلى بنات؟ أنا نهى يا أستاذ سعيد، أنا الأولى علشان معايا بالونة واحدة. مين التالي يا أحلى بنات؟ أنا منال يا أستاذ سعيد، أنا التانية عشان معايا بالونتين. مين التالي اللي بعد منال يا أحلى بنات؟ أنا سامية يا أستاذ سعيد، أنا التالتة عشان معايا 3 بالونات. مين التالي اللي بعد سامية يا أحلى بنات؟ أنا عبير يا أستاذ سعيد، أنا الرابعة عشان معايا 4 بالونات. سامعين صوت كلاكسس باص المدرسي؟ يلا بينا نركب الباص نروح الى حلقة سباق السيارات يا بنات يا حلوين. شايفين يا بنات عربيات السباق شكلها جميل ازاي؟ تعالوا نشوف ترتيب السيارات من المتسابق اللي فاز بالمركز الأول إلى المركز العاشر. أيوة يا أستاذ سعيد، دي حاجة جديدة علينا. رقم سيارة السباق اللي فازت بالمركز الأول رقم 4 يا أستاذ سعيد. رقم سيارة السباق اللي فازت بالمركز الثاني رقمها 10. رقم سيارة السباق اللي فازت بالمركز الثالث رقمها 3 يا أحلى أستاذ. رقم سيارة السباق اللي فازت بالمركز الرابع رقمها 9 يا أستاذ سعيد يا جميل. رقم سيارة السباق اللي فازت بالمركز الخامس رقمها 6 يا أستاذ سعيد. رقم سيارة السباق اللي فازت بالمركز السادس رقمها 2 يا أحلى أستاذ يا أستاذ سعيد. رقم سيارة السباق اللي فازت بالمركز السابع رقمها 8. رقم سيارة السباق اللي فازت بالمركز الثامن رقمها 5 يا أستاذ سعيد. رقم سيارة السباق اللي فازت بالمركز التاسع رقمها 7 يا أحلى أستاذ يا أستاذ سعيد. رقم سيارة السباق اللي فازت بالمركز العاشر رقمها 1 يا أستاذ سعيد. وانتهى درسنا اليوم يا بنات يا حلوين، وهو بعنوان الأعداد الترتيبية من الأول إلى العاشر من منصة سباق السيارات. وإلى اللقاء في درس قادم.